يسعد أوقاتكم، رمضان مبارك عليكم وعلينا. اليوم رح نحكي عن أهم النصائح لوجبة السحور. في ناس كتير بتتحمس للشهر الفضيل لحتى يكسبوا ويخسروا وزنهم اللي كسبوه خلال السنة اللي فاتت، وبيقرروا أنهم يلغوا وجبة السحور ويبقوا على وجبة واحدة اللي هي وجبة الإفطار. بيخلص رمضان بيلاقوا وزنهم زاد بدل ما ينقص. ليه؟ لأنه حذف وجبة السحور ما رح يساعد على تنزيل الوزن، بالعكس رح يزيده، لأنه لما الجسم يصوم أكثر من 16 ساعة بفوت الجسم بمرحلة الستارفيشن مود اللي هي بسميها مرحلة المجاعة. بيصير الجسم بيخبي السعرات الحرارية لأنه خايف أنه ما بقى نحنا نرجع ناكل، فبيخزن هاي السعرات الحرارية على شكل دهون، وبأغلب الأحيان بتتخزن هاي الدهون بمنطقة البطن. لهيك الناس اللي بتحذف أو بتلغي وجبة السحور رح يزيد وزنها بنهاية الشهر المبارك. والرسول صلى الله عليه وسلم وصانا بوجبة السحور وقال: تسحروا فإن في السحور بركة. شو لازم نتسحر؟ في نوع من الناس بيحبوا يتسحروا وجبة دسمة فيها رز، فيها دجاج، فيها لحمة، أو ممكن فاست فود، وبتاني يوم بيفيقوا حاسين بالعطش، حاسين بالجوع، مرهقين، بيقولوا طب ما نحنا مبارح تسحرنا وأكلنا، يعني ليه نحنا فايقين جوعانين؟ بيقولوا خلص نحنا ما بقى بدنا نتسحر لأنه شكله السحور هو اللي بيسبب لنا العطش والجوع. بحب أحكي لكم أنه المشكلة مو من وجبة السحور، المشكلة بنوعية الأكل، لأنه كل ما دخلنا على جسمنا وجبات دسمة أكثر كل ما حفز جسمنا على أنه يسرع من عمليات الهضم اللي رح تحفز الشعور بالتعب والإرهاق والجوع، وبالتالي إلى زيادة الوزن. بنصحكم خلال شهر رمضان أنه تكون وجبة السحور مثل وجبة الفطور خلال الأيام العادية. نأخذ مثلا بروتينات مثل بيض، لبنة أو جبنة، حمص، لأنه البروتينات بتساعد على تحفيز شعور الشبع لفترة طويلة، ونأخذ خضار، ويكون في حبة فواكه، وبنصحكم بحبة موز صغيرة لأنه غنية بالمغنيسيوم، والمغنيسيوم بيساعد على تقليل الشعور بالعطش. نحاول أنه تكون مصدر النشويات بوجبة السحور من مصادر الحبوب الكاملة مثل خبز الشوفان أو الخبز الأسمر أو خبز النخالة اللي بيمتنا بالألياف اللي بيحفز شعور الشبع لفترة أطول. وبتمنى أنه تكونوا استفدتوا من هاي النصائح، وبيتكم عامر.